عايزين عزم يبقى الفتوة. انتوا ناسيين كان بيعمل فيكوا ايه وهو ابن الفتوة؟ مش حال بقى لما يبقى هو الفتوة هيعمل ايه؟ احنا اللي بقى فتوات الجمالية ونبوتنا يجيب الخير لينا. الفتوات تبقى كلها بتاعتنا ولا ايه؟ كلامك صح يا معلم. لحد ما يتعين شيخ صاغة جديد انتوا الخير والبركة، انتوا عيان الجمالية ورجالتها، وانا راجلكم وفتوتكم وتحت امركم. انا كنت بعمل كده بس عشان ابويا ما يزعلش. اللي تاوه هتدفعوا اللي تقدروا عليه، وهعين حراسة تحت بيت ودكانة كل واحد فيكم. حلو الكلام؟ حلو. يا جماعة أنا رأيي كل واحد يدخل بيته ويقفل عليه بابه أحسن. أنا بصراحة مش عارف أعمل إيه في الحكاية دي. معلش معلش. في إيه؟ مالكم؟ عزمي مع الأعياد، فرج مع المشاديد، شيخ الحارة خايف لحسن حد يهجم على الناس وهم بيختاروا الفتوة الجديد. أصلح حسن اللي تهجم علينا ده سيد اللبان، وده راجل شراني وإيده طرشة ومش بعيد يهجم علينا مرة تانية. وإحنا مش هينفع نستنى حد. أنا عايز ناس تقف هناك عند باب الحارة، ولو حسوا بأي حاجة يجوا يقولوا لي. إحنا هنعرف نحمي حارتنا كويس. أنا معاكم. هبقى قاعد في الدكان. اطمنوا.